يقول السائل: ما علامات محبة الله للعبد؟ من أعظم علامات محبة الله للعبد أن يوفقه للعمل الصالح. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه الإمام أحمد: إن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الدين إلا من أحبه، فمن أعطاه الدين فقد أحبه. فأعظم العلامات أن يسخرك الله في طاعته، ولا كل الناس ودهم كثير، بل قال عليه الصلاة، قال الله تبارك وتعالى: ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. كل من وده بالعليا، المتبرجة يتمنى أن تكون محجبة، تارك الصلاة يتمنى أنه يصلي، لكن المسألة موفق ومخذول. فإذا وفقك الله لعمل صالح فاعلم أن هذه علامة من علامات محبة الله تبارك وتعالى لك. من علامات محبة الله تبارك وتعالى لك أن يستعملك. ورد في الحديث: إن الله إذا أحب عبدا استعمله. قالوا: يا رسول الله كيف يستعمله؟ قال: يوفقه لعمل صالح ثم يقبضه عليه. اللهم أحسن خاتمتنا في الأمور كلها. من محبة الله، من علامات محبة الله تعالى العبد، أن الله يزوي عنك الدنيا، يزوي عنك الدنيا. هذا من العجب، قد يقول للناس: كيف؟ أنا أبغى الدنيا. لا يا أخي، لأن الدنيا في الغالب إن لم تكن من حلال وإلى حلال فهي فتنة. قال عليه الصلاة والسلام عند الإمام أحمد وغيره: إن الله ليزوي، أي ليمنع الدنيا عن عبده المؤمن كما يمنع أحدكم سقيمه الماء. السقيم الذي يصاب بمرض في بطنه يمنع من الماء، فيتمناه ويرغب لكن تمنعه من الماء. فهذه من علامات محبة الله تبارك وتعالى. من علامات محبة الله تبارك وتعالى العبد الابتلاء. إن الله إذا أحب عبدا ابتلاه. فالبلاء من علامة محبة الله تبارك وتعالى. من علامة محبة الله تبارك وتعالى للعبد أن يوفقه الله للذكر، فإن الذكر كما قال ابن تيمية رحمه الله: الذكر سبب للمحبة وعلامة لها. إذا أكثرت ذكر الله أحبك الله، وإذا أحبك الله وفقك الله لذكره. فإن من أحب شيئا أكثر من ذكره. هذه بعض علامات محبة الله، ومن أعظمها ولا شك اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قل: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، والله غفور رحيم.